طلاب جامعة أسيوط جمعوا على نفقتهم الخاصة 1000 كرتونة من كراتين الخير. عايز أقول لك يا مصطفى، دايما البركة في الشباب لما نيجي نعتمد على الحماس وعلى الشغل وضخ الدماء الجديدة، هتلاقي الشباب دايما عندهم الحماس إنهم يعملوا حاجة مختلفة، هتلاقيهم أقرب للفئات المختلفة، قريبين من الكبار عارفين وجهة نظرهم، وقريبين من الصغيرين لأن هم ما بعدوش عن السن كتير، هتلاقيهم حركتهم طول الوقت موجودة في الشارع وفي الأماكن المختلفة، فمحتكين بفئات مختلفة من الناس، فأكثر إحساسا حتى باللي حواليهم، فهتلاقي إن دايما عندهم معلومة ودايما عندهم طريقة. وأنا كمان مبسوط جدا من حركة التطوع اللي موجودة في شبابنا المصري، بتديهم وبتسقلهم، ومهما كان بتخليهم قنوعين طبعا، بتخلي عندهم حالة من حالات الرضا. أنت لما تنزل بإيدك في قرى تعمل سقف أو توزع كرتونة أو تروح مقابر عشان المسنين أو تروح مش عارف أيتام، عمرك ما هتبص اللي فوقيك وتقول أنا معايا عربية عايز أجيب أحسن منها، ومعايا موبايل عايز أجيب أحسن منه، معايا ساعة، لا، أنت هتقول الحمد لله. أنت بتتكلم على تهذيب النفس. طبعا الحمد لله، وألف حمد ليك وألف شكر. عايز أقولك بقى كمان على ثقافة التطوع نفسها ونشر ثقافة التطوع، إن الموضوع اختلف، إن الموضوع إنك بتنزل في وقت فراغك أو كده، لا، الموضوع بقى التزام تام، لأن في نوع من أنواع الاستثمار بيحصل في الشباب إنهم يبتدوا ياخدوا كورسز ويتعلموا، بيتحط في السي في، يكتسبوا خبرات، بدل ما يجي يبتدي بعد ما يخلص شغله عايز يكتب سي في يلاقي السي في فاضي، لا، هيلاقي كتير من الشغل اللي عمله في الشغل التطوعي. أعتقد إن ده هيختلف. خلينا نشوف طيب الشباب عملوا إيه في أسيوط ونرجع تاني. أسيوط يلا بينا. الفكرة عندنا إن إحنا عملنا حاجة ذاتية بينا وبين بعض، وقلنا نعمل حلمنا يعني، وقلنا نعمل 1000 كرتون، وربنا أراد إحنا جمعنا الألف كرتونة وبدينا نجيب الحاجات بجهود الذاتية من أماكن الناس برضو ساعدتنا فيها وكده، لغاية ما وصلنا إن إحنا بدينا جبنا الأسرة بقى وبدينا نجمع الكراتين ونعمل العدد اللي هو اللازم. كرتونة الخير، إحنا كلنا طلاب من أجل مصر في الخير، إحنا هدفنا الأول والأخير مساعدة الطلاب زمايلنا. إحنا كوننا الكرتونة دي بمساعدات ذاتية بيننا وبين بعض، بدأنا نجمع بهدف إن إحنا نساعد إخواتنا وزمايلنا الطلاب الآخرين، وبدأنا طبعا نجمع مننا ومن الأهالي عندنا بحيث إن إحنا نقدر نكون المجموعة دي من الكراتين، وإن شاء الله شغالين فيها على طول رمضان، إن شاء الله نقدر نجمع عدد أكبر من كده. الكرتونة دي بمساهمات طلابية بنسبة 100%، بالأساس برضو إن في ناس برضو بتساعدنا، قدرنا نوصل لجمعيات وحاجات من برة، قدرت توفر لنا المواد الخام، إحنا اللي بنقوم بتعبئة الكراتين نفسها، يعني بنحاول نوصلها للطلبة بطريقة ما تخدش حقيقهم، إن الطلبة برضو الغير مقتدرين ما بيحبوش يبينوا الحتة دي، فإحنا بنحاول نعملها في حاجة كويسة جدا، كرتونة يعني معدة كويس، البنية بتاعتها كويسة جدا، عشان يبقى ما فيش أي حرج للطالب الجامعي إن هو يبقى يقبل علينا وياخد الكرتونة من غير أي حاجة.